جامد جامد دم رجلك كده مسكت جامد ايده هناك اهو يلا على دورك اطلع مسكانك من تحت اطلع ما تخافش لا 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 احنا تقريبا جربنا كل حاجة، بس الحاجة الوحيدة اللي ما جربناهاش هي الترين اللي بيلف البارك كلها، وده بسبب انه بيقعد يلف ساعتين، واحنا كنا عايزين نستكشف المكان خصوصا اننا رحنا متأخر شوية. يلا دوس يا جن دوس وسوق امشي امشي على طول كده ولف دوس جامد يا جن دوس جامد دوس جامد يا جن لو عندكم اي سؤال عن البارك ممكن تكتبولي في الكومنتس وانا هرد عليكم. Share for more.